لقبت بالعراق المصغر ومدينة التآخي، ووصفها الرئيس الراحل مام جلال بشدة ورد، وبسبب مخزونها النفطي لقبت بمدينة الذهب الأسود ومسميات كثيرة أخرى. كركوك التي يعيش فيها الجميع بمختلف قومياتهم وأديانهم، قوتها تأتي من خلال تصهر القوميات والارتباط التاريخي الذي يمتد إلى مئات السنين. الحمد لله أنا من كركوك أولا، العراق المصغر، وأنا أعيش ضمن عائلة، زوجي كردي وأنا في الأصل عربية القومية والتركمانية النشأة. أجد من خلال تجربتي وجودي داخل الجامعة وداخل المجتمع الكركوكي، المجتمع الكركوكي مجتمع متلاحم، مجتمع متسامح. تدخل يعني تذهب إلى الشارع وتجد هناك الكرد والتركمان والعرب، العوائل هناك علاقات التصهر والنسب، هذه العلاقات الجميلة الطيبة. يعني أجد أنا سكان كركوك الأصليين هم أساس اللحمة، هم أساس التسامح. أهالي كركوك مطلبهم الوحيد أن يبتعدوا الساسة عن المزايدات السياسية، كون الساسة هم أهم عوامل الفتنة في كركوك. إذا دعا السياسيين أهل كركوك في حالهم، فترى أبناء كركوك يعيشون في غاية السعادة. فاليوم في الأسواق والمحلات لا تميز بين الكردي والتركماني والعربي، الكل يتكلمون باللغات المحلية. على الرغم من الصراعات السياسية، إلا أن المصاهرة بين القوميات والعيش في مناطق مختلفة في كركوك وحسن الجيرة بين العوائل والعلاقات الاجتماعية جعلت مدينة كركوك مدينة متآخية على الدوام. كركوك مدينة حساسة تكون مجموعة من المكونات، لا يكاد لا يخلو زقاق أو حي أو محلة أو شارع أو حتى سوق من بينه لا يحتوي على كل مكونات كركوك. تجد الـ هذا الجار يتزاوج مع تلك الجار العربي أو التركماني الكردي، تجد في المحلة الواحدة المكونات جميعها موجودة ومتآخية ومتسالمة ومتصاهرة فيما بينهم. البقال يكاد أن يكون أغلب التركماني، يكاد يكون أغلب مشتريه أو رواده المحل من كونات الأخرى من الكرد والعرب وحتى من الكلدان والآشور. رغم أنها تلقب بمدينة الذهب الأسود، أبناء كركوك الأصليين ليس لديهم أي صراعات أثنية أو قومية فيما بينهم. في حال ابتعد الساسة عنها وعن شأنها الداخلي، ستبقى مدينة كركوك مدينة التآخي والسلام. عدنا جاب قناة التغيير كركوك.